تقرير لمادة معمارية الشبكات والبروتوكولات. إعداد الطالبة رنين عطا حسين، كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، قسم البرمجيات، المرحلة الرابعة، بإشراف الأستاذ أحمد ستار ساتشت، بعنوان Routing Algorithm and Protocol. الراوتينج بروتوكول. بالبداية يفضل أن نعرف أن الراوتر هو جهاز يقوم بتوجيه الرسالة القادمة إليه إلى راوتر ثاني حتى يصل للجهاز المستقبل. ويستخدم الراوتر ثلاث طرق لنقل الرسالة القادمة من الجهاز المرسل لتعبر عبر الراوترات الأخرى حتى تصل للجهاز المستقبل. وهذه الطرق الثلاثة تسمى بالراوتينج بروتوكول. الطريقة الأولى الديستانس فيكتور، تعتمدها على المسافة بين الراوترات، بمعنى أنه بهاي الطريقة حتى ترسل الرسالة من المرسل إلى المستقبل يجب أن لا تتعدى أكثر من 15 راوتر، وهذا سبب تسميتها بهالاسم. أسماء البروتوكولات الموجودة بهذا النوع RIP، ويشير إلى Routing Information Protocol IGRP، ويشير إلى Internal Gateway Routing Protocol. النوع الثاني Linking State Routing Protocol. النوع الثاني ما يعتمد على أقرب مسار مثل الطريقة الأولى حتى يوصل للمستقبل، لا، هنا يعتمد على سعة المسار اللي يوصله من راوتر إلى راوتر. يعتمد على أكبر سعة توصله، مثلا أكو مساري واحد سعته 10 ميجا والثاني 100 ميجا، وتريد الرسالة أن تختار أقرب طريق ممكن يوصلها. هنا بهذا النوع راح تختار السعة الأكبر واللي هي 100 ميجا، لأنها راح ترسلها أسرع من الأولى. ومن أشهر البروتوكولات لهذا النوع الـ OSPF Open Shortest Path First، والنوع الثاني الـ ISIS. الطريقة الثالثة والأخير الـ Hybrid Routing Protocol. النوع الثالث يجمع الطريقتين السابقات طريقة واحدة لكن به إضافة بسيطة. هذا البروتوكول يرسل لست طرق بنفس الوقت، لكن ما يرسل لكل الطرق بنفس الحجم، يرسل لكل طريق على الحجم اللي يناسبه حتى يوصل بشكل أسرع. وما سبق هي الطرق اللي يستخدمها الراوتر برسالة رسالة من المرسل إلى المستقبل. وسؤال بسيط نضيف عن الموضوع، Define Routing and